الكويتي لو سمعت اصوات المواز العدواني. الرابع الخامس السادس بنشوف ايش التغيير اللي صار ومن تقدم الى المركز السادس. نتابع الرابع في هذه الدائره الرابع. مثل ما قلت لكم محمد عوض الغيب هو من اصبح في المركز السادس تارك المركز السابع لفواز او فواز الجمهور اللي تراجع الى المركز السابع. بالتحديد اصبح على الارقام والترتيب محمد الغيب السابع تغير الان وصار الترتيب حتى مع عدد دول اصبح معنا في المركز السابع ب 159 تراجع فايز الجمهور اللي كان قبل لحظات في المركز السابع اصبح الان في المركز الثامن ب 154. مبارك النجاده اللي كان في بدايه الترتيب المركز الثالث الان هو في المركز التاسع ب 136 صوت. ماذا عن المركز العاشر في الدائره الرابعه؟ مبارك النجاح تراجع الان واصبح المركز التاسع، هذا الامر او اصبح المركز العاشر، موضي قبل شوي كانت التاسع، الان اصبحت 11، هذا يدل هناك سرعه في الارقام وفي الترتيب، على اي حال حتى هذه اللحظه تراجع لمبارك النجاح حتما صعد مكافاه حتى المركز التاسع، موضي تراجعت من التاسع حتى المركز 11 ب 129 صوت موضي المطيري اعني بذلك، ثامر العبدلي في المركز 12 في الدائره الرابعه ب 128 صوت. الحركة سريعة والأصوات متزايدة في الدائرة الرابعة. ثامر العبدلي قبل شوي وهذا أنا معاكم كان في أحد المراكز المتقدمة الآن أصبح في المركز 13 ب 128 صوت، لكن فواز ثامر الجدعي ترى